غفلة، أليس كذلك؟ إنها غفلة. لست أدري هي غفلة أم نتعمد السكون؟ نتعمد الصمت. أأصبحتم عن قول الحق معرضين؟ أأنتم ممن غلب عليهم الخرق وقالوا لسنا إلا مصلحين؟ مصلحين؟ صلاحكم قد أعقر الأرض. أعقر الأرض وخلاها تحيف الضعيف، تحيف الضعيف قهرا. متى تنيب؟ متى تنيب؟ لقد غلب جهلك وأنت في أعين الناس. أنت ما أقنعك؟ ما أقنعك؟ أيام النعيم تعدو أسرع يا ملوك الحظيرة. من أنا؟ أنا الحق. أنا الصوت. أنا صوت الصدى. أنا أنت. من أنت؟ أنا لم أرك من قبل. الذئاب لا تجول بين الكلاب الجبناء. هل الأمير يحتجزك هنا لأمرنا؟ ما الذي فعلته؟ بما أنت؟ ذنبا. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ هذا مكان لا يخصك. أنت مكانك فوق، بين أمير أحضانك أو فارسك أو أميرك أو أي من هذا الطبيب. وهل أعرضك الأمير لهذا الحد؟ لكن ما الذي فعلته؟ اسمعي، أنت يا امرأة، هل ذهبت من أمامي الآن؟ لا أطيقك، لا أنت ولا أميرك هذا. لما تنسبه لي فهو ليس كذلك. ألست من دائميه مثلا؟ من حاشيته؟ كيف لا أنسبه لك وهو يتعدى على الحق بغير حق؟ ويتاجر بالجميلات بدافع السعادة والتملي. وهل أنت من الصديقين مثلا؟ لا، أنا من المؤمنين. هل لديك اعتراض؟ انظر من يتلفظ بالصدق. أنت حقا شجاع، سمات الشهامة بادية العالم، ولكن ما سبب كل
وما شأنك أنت؟ أنت حقا رجل بسيط، هو شأنه أيضا. والله لا أحتاج إلى تقييمك هذا. أنت حقا هكذا. دعني أساعدك لتفر منه. اسمعي، لا تحاولي معي، فأنا رجل لا تغريه امرأة متاحة للجميع. أتباعت جسدها وروحها وشرفها من أجل مرايا القصر وكؤوسه وخموره. أنا لست امرأة متاحة للجميع. بل كذلك. لا تخطئ، فأنا لا أشبه أي أحد هنا. أتعلمين؟ من يدوس هذا المكان، من يعتني جناح البسط والتملهي، فهو حتما كذلك. هيا اخرج يا جاري. يرقص طربا كاكا
كالنحلة فوق الأزهار. أحسنت أحسنت يا سيدتي، أحببتك جدا جدا جدا، فالورد الأحمر في فالأحرف من شفتيك كنوز لا تحكمها أبدا أسعارك. سافرت بعيدا جدا وعبرت جميع الأقطار ونظرت بعينيك مليا ووجدتك مفضلا. يا ساكنة القلب أجيبي، هل حقا أوقفت قطاري؟ سلام، اطلبي ما تشاءين، ارقصي لي وسأنفذ لك كل ما تريدين. هيا أرجوك ارقصي. أحقا؟ قسما بذلك وأقسم على ذلك. أريد منك أن تعطي خرجل المسجون الذي يوجد في الأسفل.
اعطوني به. اعطوني به. ولكن هناك سؤال يزاحم شكوكي. نعم هناك سؤال. كيف؟ لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. السؤال يقول السؤال يقول كيف عرفتي؟ من أين تعرفين ذلك الرجل الصحفي الذي اتهمني بالفساد وكتب عني ما كتب؟ لكن لا تعرفين شيئا. أنا لا يهمني أنا يهمني أمره. أريد منك أن تأتي به إلي حالا، ولا تنسى أنك أقصدت على ذلك. حسنا 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 أقصدت أقصدت على ذلك أقصدت. Ah!
سالومي. أيها الوقت لن تذهب إلى الجحيم. سالومي تعالي تعالي، أنا أميرك يا سالومي، لا تنظري إلي يا سالومي. هيا تعالي تعالي، هيا أنا أميرك يا سالومي. هيا فلترجمي.